يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، وكما قال عليه الصلاة والسلام، هل يدخل في الحديث الحاكم الكافر كما هو موجود في بلاد الغرب لمن كان مسلما هناك؟ المسلم في ولاية الكفار يهاجر، يجب عليه الهجرة، ولا يجوز له البقاء في بلاد الكفار إلا إذا لم يستطع الهجرة، فإنه يبقى بقدر الضرورة مع التمسك بدينه، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، يعفو عنهم بأي شيء، عن ترك الهجرة لأجل العذر، يبقى للضرورة ويتمسك بدينه إلى أن ييسر الله له الهجرة ثم يهاجر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة حتى أذن الله لهم بالهجرة. نعم.